السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة هاني باب الزراعة. هنتكلم اليوم على إيه العمليات اللي بنقوم بيها في شهر سبتمبر. عندنا أهم العمليات اللي بتتم صيانتها كمثال اللي هو الورد الجوري. الورد الجوري المفروض الوقت مناسب إن احنا نقوم بعملية التقليم الجائر. يعني إيه تقليم جائر؟ يعني إن أنا أقص الأغصان والأفرع من أدنى قمة للنبات، يعني من فوق سطح التربة. وطبعا في ناس بتبص لها إن هي موضوع صعب إن هو يتخلص من المجموع الخضر بالشكل الكامل ده، لكن الإجراء ده مهم جدا إن بنخلص من الآفات الحشرية اللي موجودة بجانب الحصول على نموات أفضل، وأقدر أربي النبات على أكثر من ساق، وبالتالي الحصول على أزهار كبيرة الحجم. طيب ايه المهم في الإجراء ده؟ لازم المقصات نفسها بتطهر زيها زي الأدوات اللي بيستخدمها الجراح، لأن احنا عندنا مشكلة في الأمراض الفطرية. الأمراض الفطرية بتنتقل من نبات مصاب لنبات آخر. فبعمل ايه؟ أبسط حاجة، لو أنا عندي مطهر فطري مبيد، بقدر إن أنا يعني ان انا في الاناء ده اللي فيه المبيد نفسه ان انا اغطس المقص فيه الدقايق. الحاجه الثانيه ممكن استخدم المطهرات زي الكحول، اقدر بالكحول ان انا اطهر المقصات. طيب عملت عمليه تقليم الجائر، بتخلص من الافرع لان احيانا بيكون فيها افرع مصابه، وببدا بعد كده بعمليه التعفير بالكبريت الميكروني لان ايضا بيطهر النبات. الحاجة الاخيرة ان انا اقدر ان انا اسمد سماد عضوي بعد تقريبا شهر من الوقت، يعني اول اكتوبر باذن الله يكون درجات الحرارة اتخفضت، واقدر اقوم بعملية ايضا تسميد اللي هو تسميد المركب، ما عنديش ادنى مشكلة. الحاجة التانية المهمة ان انا بنتظم في عملية الري، وابدأ بقللها شوية لان درجة الحرارة حصل فيها انخفاض. ده طبعا احنا كنا بنتكلم في المقطع ده، مش عاوز اطول عليكم، عن العمليات اللي بيتم بالنسبة للورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الإجراء اللي بيتم بعد عملية تقليم جائر للورد الجوري أو الورد بكافة أنواعه. إن احنا بنستخدم الكبريت الميكروني أو الكبريت الزراعي بحيث نقوم بعملية تعفير لشتلات الورد الجوري اللي قمنا بتقليمها. دي طبعا دي عفرة، وده المبيد اللي هو الكبريت الميكروني، مش مهم الاسم، المهم ان ده الكبريت الميكروني، تمام. وطبعا المقاسات اللي بنقوم بعملية التقليم ليها. طبعا احنا عندنا في هنا ده جزء من الورد قمنا بعملية التقليم ليه، وده النموات الحديثة بالشكل ده. الجزء الثاني هنا وهنشوف عملية التعفير بتتم ازاي.